طبعا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس الفرنسي، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك تم خلاله التأكيد على أهمية حل الدولتين وبذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمة في غزة. الرئيس الفرنسي وجه الشكر للدولة المصرية على الجهود اللي بتبذلها في هذا الإطار، وأكد على أهمية حماية المدنيين، وقال إنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بلا عوائق. عايزين نتكلم عن انعكاس هذه الزيارة على الموقف الأوروبي تجاه ما يحدث في قطاع غزة. معنا على التليفون الأستاذ أيمن النصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، استاذ زميلنا، مبسوط ان انا معاكم النهارده. صباح الخير، تشرفنا بحضرتك يا فندم. عايزين تعليق من حضرتك في البدايه على زياره الرئيس الفرنسي لمصر ولقائه مع الرئيس السيسي. هو الحقيقه من وجهه نظري هي زياره فرنسا للمنطقه بشكل عام في جزء منها ظاهر ومعلن، وجزء له اغراض واهداف سياسيه على المستوى الخارجي والمستوى الداخلي. الجزء المعلن هو طبعا محاوله تهدئه الاوضاع في المنطقه، رغبه من ايمانويل ماكرون لايجاد دور فرنسي في الازمه، خصوصا ان فرنسا دوله ليست صغيره، هي دوله من 5 دول دائما في عضويه مجلس الامن، اكبر دوله في دول الاتحاد الاوروبي، ومن 6 دول اسست الاتحاد الاوروبي. الحقيقه انه في كمان اسباب غير معلنه، هناك في اسباب سياسيه منها الداخل، هو يتعرض لهجوم وانتخابات لاذعه من الشارع الفرنسي بعد ان رفض مشروع التسرب، لم يتبنى مشروع التسرب الفرنسي من الالف، في انتقادات لاذعه من الشارع الفرنسي، خصوصا عندنا جاليه في جاليه فرنسا 6 مليون عربي بيمثلوا حوالي 8% من اجمالي السكان، ودول بدا يبقى فيه مع زياده الضربه وطول الامد. احنا هنا بنتكلم على في غضب شعبي داخل فرنسا بشكل كبير جدا، ممكن ان يتحول الى ضغط شعبي مظاهرات حاشده، لانه كمان في ظل قرارات تصب بشكل واضح في مصلحه وامن اسرائيل، منها زي ما قلنا رفض تبني مشروع القرار الروسي والبروسي. خليني اقول لحضرتك كمان ان هو عنده تجربه قبل كده على المستوى الداخلي لا يريد ان يكررها في 2018 عندما شارك 300,000 في ما يعرف بحركات السترات الصفراء، وده اثر على فوزه بشكل او باخر في 2022 بعد يعني جوله اعاده مع ماريان لوبا. فاحنا هنا بنتكلم على اهداف معلنه، ولكن هناك في هدف سياسي داخلي هو لا يرغب ان يحصل هجوم عليه من الشارع الفرنسي، بقى في عدد كبير جدا خصوصا الوضع الاقتصادي، مش عايز يعمل ضمان انواع الاغلاق، مش عايز يعمل حظر تجاري، كل طبعا الزياره في البدايه يجب ان تكون لاسرائيل، وتبقى رساله واضحه دايما الدعم المطلق للكيان الصهيوني، ورساله واضحه هي للاسف الشديد تبني سياسي الولايات المتحده الامريكيه في الحفاظ على امن اسرائيل. دائما هناك للاسف الشديد تبعيه كبيره جدا من دول الاتحاد الاوروبي، فرنسا، المانيا، انه تتبنى سياسات فيما يتعلق في الاتفاق الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه. والحقيقه كمان ان اسرائيل بتقيم لعبه الضحيه بشكل كبير جدا، يعني النهارده هو انت لما اروح اتسلم وتمشي لا طبعا اكيد هتدفع، اكيد احنا النهارده تعرضنا لخسائر اقتصاديه كبيره ونحتاج الى الدعم العسكري ونحتاج الى الدعم المادي ونحتاج الى الدعم المعنوي من خلال استخدام وسائل الاعلام. يعني الزياره ممكن هو كان يتجنبها بشكل او باخر، ولكنها طلبت وهي مطلوبه وسوف يقدم، لن تكون مجرد زياره، سوف تكون من الجانب المعلن هو التاكيد على امن وسلامه اسرائيل الى جانب الاستفاده من الدعم السياسي والعسكري والاعلامي. طيب هل زيارة ماكرون والموقف الفرنسي بيتحدث فقط عن نفسه ولا بيتحدث كممثل عن الاتحاد الأوروبي؟ هل هناك توافق في الموقف وفي السياسة ما بين فرنسا والاتحاد الأوروبي، ولا هي ممثلة فقط لفرنسا؟ أعتقد بشكل كبير جدا السياسة الفرنسية تمثل بنسبة 5% بسياسة الاتحاد الأوروبي، لأنه إحنا لما قلنا مشروع القرار ما هي إنجلترا كمان رفضت، وهي دولة كبيرة في أوروبا، هي مش عضو في الاتحاد الأوروبي لكن أحد أهم دول في أوروبا. لا بيمثل بشكل كبير جدا الاتحاد الأوروبي، وللأسف الشديد يعني وجود قوة كبيرة واحدة ده أدى السياسي في المنطقة وأثر بشكل كبير جدا على المواقف السياسية، وخلانا محطوطين في هذا الموقف فيما يخص ما يحدث في غزة. عندما سقط الاتحاد السوفيتي توسلنا في الاتحاد الأوروبي أن يكون قوة سياسية تستطيع أن تحدث هذا التوازن، لكن للأسف الشديد هذا التوازن غير موجود بالمرة، لأن هناك تبعية ولا تستطيع دول الاتحاد الأوروبي ومنها أكبر دولتين ألمانيا وفرنسا أن تعارض بشكل أو بآخر. وإحنا بنتكلم كلام منطقي، وأكيد إحنا شفنا مواقف من الحرب روسيا وأوكرانيا منها هذا الموقف، يعني إحنا ما شفناش
موقف قوي ومحترم يرفض صراحه ما يحدث في اسرائيل على غرار الموقف المصري مثلا في مؤتمر السلام عندما قالها السيد رئيس الجمهوريه صراحه يجب ان يتم وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانيه والجيوش على سائر المفاوضات. احنا هنا بنشوف ان للاسف الشديد كلها تصريحات انه ما يحدث انها مجموعه من الارهابيين، انه يجب على الجانب حماس حماس ان يحاسبه بشكل او باخر، انه يعني حتى التصريحات للاسف الشديد هي التصريحات تصب بشكل كبير جدا في مصلحه اسرائيل الى جانب انها تمثل بشكل كبير سياستها الاوروبي. خليني اقول لحضرتك انه كمان زياره الاردن هي مهمه جدا قبل زياره الرئيس الفتحي، لانه الاردن لها علاقات معقده جدا ومتشابكه مع اسرائيل، هي بتستضيف اكثر من 2 لاجئ فلسطيني بعد حرب 48 و 67. ثاني دوله بتوقع اتفاقيه سلام مع اسرائيل في 94، حدودها مباشره وكبيره مع اسرائيل 238 كيلو. هو هنا كان موجود كمان برضه لامن اسرائيل، لتهدئه الجانب الاردني وتطمينه، لتحييد دوره بشكل او باخر، ويمكن في حوار الغرف المغلقه طلب منه ان يقدم الدعم للجانب الاسرائيلي بشكل او باخر، لكن الحقيقه الموقف الاردني يحترم. النهارده تصريحات الملك عبد الله كانت واضحه وحازمه، ضروري تضافر الجهود الدوليه اذا كانت تريد الدوله القنصليه ان هي يكون لها دور حقيقي، يبقى تتوسط لوقف اطلاق النار وفتح ممرات امنه لدخول المساعدات الانسانيه صحيح. وبدء المفاوضات السياسيه. يعني احنا هنا بنتكلم على ايه؟ ان انت جاي النهارده عشان تهديني وتحيزني؟ لا، الموقف الاردني الحقيقه موقف واضح، وبالمناسبه هو موقف داعم بشكل كبير جدا للدوله المصريه، احد اهم المواقف العربيه الحقيقه. صحيح، واضح يا استاذ ايمن، وثابت على طول الخط زي ما بنقول. وكان في توافق مصري فرنسي على رفض التهجير امبارح، ودي رساله قويه جدا ان تصل للاتحاد الاوروبي وللعالم كله. شكرا جزيلا استاذ ايمن نصري، رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان في جنيف.